خالص لاتسيو يسجل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة ضد الأتلتي. لا 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 ربونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان، حياكم الله، معكم احمد يا اخوان، ورجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون عن افضل اهداف عام 2023، اهداف خيالية، اهداف خرافية، اهداف مجنونة لا تصدق الاهداف اليوم اللي راح تشوفونها بالفيديو. بس قبل ما نشوف الفيديو يا اخوان، لا تنسونا من اللايك الشير الاشتراك الكومنت، زبطونا الحبشتكلات يا اخوان، لايك والاشتراك اهم شيء، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد بالقناة. بدون ما اطول عليكم يلا على الفيديو كالعادة يا اخوان. قبل ما نشوف الاهداف لا ننسى ذكر الله والصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله نبدأ. اهداف يعني مجنونة مجنونة الاهداف. اول هدف عندنا هدف رودري لاعب مان سيتي في مرمى بايرن ميونخ ربع نهائي دور الابطال اوروبا الموسم الماضي. صاروخية لا تصد ولا ترد، لا تصد يا يان سومر. ممكن لو كان نوير ممكن فيها حكي ثاني، ولكن مع يان سومر لا تدخل. هذه بدأ حارس اسطوري عشان يخلص هذه الكره، بدأ كورت ونوير ممكن دخيه، لا مش سومر اللي بيجيب الكرات. هدف امبابي امام نيس، امبابي امبابي، والحديث حاليا انه امبابي وقع مع ريال مدريد. طبعا كلها احاديث اذا ما نشوف بعيننا كله حكي فاضي. يو بيلينغهام 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 كابوس اوهام، يا ويلي عليك يا بيلي يا بيلي. وهذا الهدف، هذا هدف الموسم، هذا هدف الموسم. قرناتشو يا عمري، شو هذا على طريقة الدون يا جماعة، والاحتفال كمان على طريقة الدون. اما منظر تنهك، اما منظر، يا الله على الهدف يا جماعة، يا الله على الهدف، يا الله. هو مو مصدق، هو مو مصدق. اوه الدون 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 يا عمري يا عمري، كمان هذا هدف الموسم والله يا جماعة. هدف، شوف الكنترول بالصدر واللوب، يا الله على اللوب يا اخوان. والله لو معينها، لو قاصدها قصد ما راح تنزل. يا الله يا الله يا الله يا الله على الهدف، يا الله يا الدون. اسطوري اسطوري هداف هداف عام 2023. اديمي 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 يا ولد. حضرتها المباراه طبعا، مباراه دور ال 16 موسم الماضي دوري ابطال اوروبا. اديمي سجل في تشيلسي، تشيلسي تاهل طبعا ولعب ضد ريال مدريد. سوني كوري، لا 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 لا، جنو جنوني كوري، جنو جنوني كوري. سون سون سون، شوفوا وين حطها، في التسعين، في التسعين حطها ابن الحلال، حطها في التسعين. سون ليونيل ميسي يا اخي، هذا دوري ايش يا ابن الحلال. ميسي والله حطها حلوه 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 حلوه، امام منظر ديفيد بيكام رئيس نادي انتر ميامي. شوفوا الهدف هذا يا اخوان، هذا اللاعب شقد اتمنى يجي لريال مدريد. يا الله فيدريكو كييزا، يا الله شقد اتمنى يجي لريال، يا الله شقد اتمنى يجي لريال، يلعب هو ورودريجو وفينيسيوس. يا الله شقد اتمنى هذا الثلاثي، يا الله لولا الرباط الصليب اللي حدث له الموسم الماضي يا حرام. هدف جوندوجان في مرمى المان يونايتد نهائي كاس انجلترا الموسم الماضي، في اول دقيقه، في اول الثواني، جوندوجان جوندوجان فتح الدكان. فيريكسون يعاين الاضرار، جوندوجان ياخذ الاختصاص، جوندوجان والسيتي اختصاصه اليونايتد. يا الله على الهدف هذا، هذا الموسم، هذا الموسم، هذا الموسم 2023 2024 حارس لاتسيو يسجل هدف التعادل في الدقيقه الاخيره ضد الاتلتي. يوبيلي، لا 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 ربونا، لا لا هذا الهدف بنعاد، معليش معليش هذا الهدف بنعاد، معليش هذا الهدف بنعاد. لا هذا ما شفته الهدف، والله العظيم ما شفت الهدف. نونو سانتو سبورتينج في مرمى بوافيستا. يو شو الربونا، يا الله من موسمين سجل اريك لاميلا هدف مع توتنهام، ولكن لا 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 شو الهدفات. اوه عالطاير 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 يا ابن اللعيبه، شو هذا، اوه عالطاير. نونيز يا نونيز، مو نونيز بس علينا متألق، يا الله المايونيز، هذا المايونيز بس على الريال، بس علينا تألق، حط لي هدف بالكعب. بيض بيض امبارح امام ارسنال، بيض بيض جلطوا لك لوب يا زلمه. امبابي يا ابن اللعيبه، شوفوا منين حطها، شوفوا منين حطها، من نص الملعب حطها امبابي.
يا لعيب يا اخي، امتى بدك تيجي ريال وترحمنا؟ خلصني باريلا هذا، بعرف ولا ضد بنفيكا، نعم دوري الابطال لعيب يا اخي. باريلا حرام والله حرام، كيف يا زلمه؟ يعني لاعب مثل باريلا، ليفربول، ليفربول يحتاج لاعب مثل باريلا والله العظيم. يبن اللعيبه على فولهام 4-3 ماكاليستا، هذه مباراة الأهداف الصاروخية يا إخوان، 4-3 اللي حضرها يعرفها مباراة الأهداف الصاروخية. مالك أليستر عطى صاروخ، وكمان إندو الياباني حط صاروخ، أرنولد حط الهدف الرابع كمان صاروخية. لا يا داني أولمو، لا يا ابن اللعيبة، شوف الكنترول، المراوغة، الاستلام، الدوران، لعيب مظلوم داني أولمو يا إخوان والله مظلوم. الفرق الكبيرة يعني مش شايفته والله، حرام حرام. هذا هدف، هذا حظ يا مدرك، هذا حظ، هدف حظ، هذا انت رافعها اجت بالجول والله حظ. شو هذا؟ لا لا، جول 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 جول. لا قبل نص الملعب يا جماعة، يا الله يا الله يا الله، على هدف قبل نص الملعب، قبل نص. اوه البايرن ضد مين هذه؟ شو الهدف هذا؟ بايرن ضد ليفربول، هاي الودية، الودية اللي يا ابن اللعيبة. كرادسيك مين هذا يا اخي؟ ابن مين هذا؟ وحتى توخيل مش مصدق، بوم قطع ام الشباك. اليسون بيتفرج، كانسيلو، كانسيلو هدف على ريال بيتيس مباراة الخماسية اللي فاز فيها برشلونة. لعيب يا اخي كانسيلو والله حرام يلعب ظهير، كانسيلو يلعب جناح بتشكيلة برشلونة أفضل من البيض رافينيا اللي جلط كل جمهور برشلونة. رافينيا كانسيلو بلعب ظهير أفضل. أوه يا مين؟ مارتينيز، دينيس مارتينيز. يو لا 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 لا. دبل كيك لياو على باريس، دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. الهدف حلو، جميل الهدف، جميل جدا جدا الهدف. يو دي ماريا جوفانتوس، هاد يا ويليش قد احب هذه الاهداف يا جماعه. اعاده اعاده اعاده، في الاعاده افاده، نعيد يا دي ماريا، ايش قد احب هذه الاهداف في الار 2 اللافه. يا الله شوف 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 شوف، يا ويلي عليك يا دي ماريا يا لعيب، حرفا يا اخي حريف الولد هذا والله، اسطوره من اساطير كره القدم اللي مظلومه والله العظيم، مظلومه مش اخذ حقه والله، مش اخذ حقه في السوشيال ميديا. لا والله دي ماريا يا الله، على ايام مدريد يا دي ماريا يا الله. سكا لعيب والله، ساكا لعيب يا اخي، ساكا 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 لعيب، شوف القدم اليسار لعيب. تاكي كوبو في مرمى المير يا ولدنا، كوبو كوبو لاعب يا، خصوصا هذا الموسم يا ابن اللعيبه كيف حطها، يا ويلي على الروقان. رايق 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 تاكي كوبو، الله على اسطوره الاساطير، اسطوره الاساطير. خسلو دوبل كيك يا ولد، يا ولد في مرمى ونانا، في مرمى ونانا، خسلو ابن اللعيبه كيف حطها. راشفورد البيض لسه ما انفجر، مش على اساس ينفجر، ما هو موسم انفجار راشفورد، صار لنا 10 سنين نسمع بموسم انفجار راشفورد، لسه ما انفجر. في ستيب باي في مرمى غرناطة، يا ويلي في السقف، في السقف في السقف حطها. لا والله حلو الهدف، لا كعب، لا فورلاس، فورلاس لاعب ويست هام، بعرفه والله بعرفه، بعرفه من الفانتازي، كيف ما بعرفه؟ بعرفه مينار على انتر في جوزيبي مياتسا يوريتش، مثل هدف دي باي تقريبا نقدر نقول عليه صاروخ. يا ليفاندوفسكي يا اخي، يا الله على هدف محلى يا اخوان، من بعيد حطها، لمسة هداف يا اخي، هداف. ماتيتسا، وما تشيتش المتألق هذا الموسم مع كريستال بالاس، يا ويلي على الاستلام، الدوران يا عمري، الاستلام لا أحلى من الجول والله والله. شو الجول هذا؟ هذه الضربة الملتفة،
هذه الملتفة يا ويلي. دي بروين يو صاروخ. وين هدف فينيسيوس؟ يلا اعطونا هدف فينيسيوس نفس المباراة. هدف فينيسيوس نفس المباراة. ياوي صاروخ. والله انتهى الفيديو. وين هدف فينيسيوس يا جماعة؟ وين هدف فينيسيوس؟ مش موجود. والله يا اخوان توقعت هدف فينيسيوس يكون موجود مباراة الواحد واحد في سانتياغو برنابيو ذهاب الموسم الماضي من دور الابطال. يعني هدف خرافي، هدف كامل متكامل. الخروج بالكرة، ذكر الكرة بين كامافينجا ومودريتش 1-2، ضرب فيها المساحة الموجودة في السيتي، كسر فيها كل ضغط السيتي العالي اللي كان يمارس على ريال مدريد. مودريتش حط وحدة بظاهر القدم لكامافينجا غير طبيعية، خرافية جدا. كامافينجا ضرب المساحة، توغل ولعبها لفينيسيوس اللي فاجأ كل الكرة الأرضية وسدد وحدة لا تصد ولا ترد في مرمى إيدرسون. كنت أتوقعه موجود كونه شفت هدف دي بروين، فأكيد راح يكون موجود هدف فينيسيوس كونها بنفس المباراة الهدفين. ولكن عجيب، ولكن الأهداف خرافية، الأهداف جميلة جدا جدا جدا. هدف غارناتشو غير طبيعي، هدف كريستيانو رونالدو اللي من خارج المنطقة اللي نزلت في الهدف والله جنون 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 جنون. اكتبوا لي يا اخوان بالتعليقات شو اجمل هدف شفتوه، ولا تنسون دعمنا باللايك الشير الاشتراك الكومنت، اهم شيء اللايك والاشتراك عشان يصلكم كل جديد بالقناة. تحياتنا لكم وفي امان الله.